أحبائنا مستمعي نورسات الفضائية ومتابعينا على صفحة نورسات الأردن على الفيسبوك، هذا عين على المشرق من جديد يطل عليكم، يطل وفي جعبتنا العديد من الأسئلة حول مجتمعنا، حول إنساننا، حول حقوق هذا الإنسان وكرامته، وحقوق هذا المجتمع وأصالته التي ينبغي جميعا أن نحافظ عليها. في هذا المساء نلتقي لكي نسلط الضوء على التنمر، العنف المجتمعي، هل هو ظاهرة؟ هل هو متأصل عندنا؟ هل هو دخيل على مجتمعنا وعاداتنا؟ نرى مع اتساع مساحات الفضاء الإلكتروني أن هناك الكثير من التطاول، هناك إساءة لاستخدام هذه التكنولوجيا التي أصبحت وسيلة تحمل الغث والسمين. نحن في هذا المساء سعداء بأن نسمع من خبير، نسمع من أكاديمي، ونسمع من مجرب هو أستاذنا الدكتور حسين الخزاعي الأكاديمي والخبير الاجتماعي. هلا يا دكتور، أهلا وسهلا. من زمان وإحنا نتطلع إلى هذا اللقاء، شرفتنا. وأنا كمان دائما نفتخر فيك دكتور نبيل، وأنت الرجل القدوة والمعطاء وصاحب الكلمة الحق دائما، وكل الفخر والاعتزاز إلى نورسات وإلى هذا البرنامج عين على المشرق. طوقتم عنقي اليوم، وهي أمانة. عندما نتحدث والكلمة أمانة والنصيحة أمانة والإرشاد أمانة، فأنا فخور جدا أولا أكون إلى جوار معلمنا ودكتورنا وقدوتنا. ما بالعكس، هذا هو الواقع. وفخور جدا أنه يعني نتحدث في هذا الموضوع المهم اللي هو بأر كل المجتمعات، وخاصة لما بتكون مجتمعات تتميز بالطيبة والكرم وحسن الأخلاق والمبادرة الطيبة والتعاون والتكاتف، وتصير فيها مثل هذه، خليني أحكي، القضايا، هذه السلوكيات الفردية من الناس اللي بتزعج الناس، اللي مطلوب من الناس أن يكونوا دائما يشعروا بالأمن والأمان والطمأنينة وعدم الانزعاج. ولكن يعني هذا ما يجري، ما بنقدر نخبيه، لأنه اليوم أي حدث بصير في أي حي، في أي شارع، في أي قرية، في أي قرنة، نعم صحيح صحيح، وسائل التواصل صحيح اليوم تتحدث عنه. نعم دكتور، بالأمس القريب شهدنا وللأسف جريمتين ارتكبت، يعني فقدنا أرواح. هل نحن أمام واقع؟ هذا الواقع يقول لنا بأنه في جريمة في الأردن. هل هو سلوك متأصل عندنا؟ أبدأ يتأصل؟ كيف ترون هذا المشهد الآن؟ شوف، خليني قبل ما أجاوبك، الجريمة يعني مهما كانت هذه الجريمة هي سلوك منبوذ ومرفوض، وكل الديانات السماوية نبذت المجرم ولم ترفع من قيمة المجرم، بالعكس هو في الدرك الأسفل دائما. هاي قضية لازم أأكد عليها، إنه إحنا لازم نكون متوادين ومتحابين ومتعاطفين مع بعضنا البعض، ونوفر الأخوة والجيرة وحسن الجيرة. إلا إنه ما يجري في المجتمع عادة في ناس بتخرج عن التربية وعن الالتزام، وبتكون
يعني تسلك سلوك الإيذاء. نعم. وسلوكيات منفرة وخطيرة في المجتمع. نعم. إحنا في الأردن الوضع الجرمي عندنا تقريبا سنويا، وهذه هي أرقامنا الدقيقة. نعم. 22 ألف جريمة سنويا، لكن الآن الجرائم تقسم عادة، جرائم ضد المال، جرائم ضد الإنسان، جرائم ضد. نعم. الإدارة مثلا، هذه الجرائم الجرائم القتل هي أكثر جرائم منفرة في المجتمع. نعم. ليش بيتم فيها الاعتداء على الإنسان بوحشية؟ نعم صحيح. يعني هنا وهي بالمناسبة يعني أعدادها 110 90 مية، ما بتجاوز كل سنة يعني هذا الأعداد يعني اللي منصوصها سنويا. نعم. واللي بيتم الكشف عنها سريعا. نعم. هلا هلا هذه السلوكيات الجرمية اللي بتصير وبتكون أشد إيلاما لما بتكون بين الجيران أو داخل محيط الأسرة. نعم. مثلا أب يقتل بنته. نعم. أب يقتل أولاده، زوجة. نعم. تقتل زوجها، أب يقتل أمه مثلاً. نعم. ابن يقتل أمه. نعم. الآن إحنا حتى هذول المية جريمة ولا المية وعشرين جريمة كبير، هذول كبير صادمات بالمجتمع. نعم. نعم. جريمة واحدة بتهز المجتمع. صحيح. صحيح. وبتخلي الناس تفكر. نعم. أو تبني صورة سلبية عن المجتمع بأنه. نعم. هذا المجتمع الجرائم منتشرة فيه. نعم. لا، هي الجرائم مش منتشرة، لكن ناس خارجين عن القانون، هذول لم يتم تربيتهم بشكل جيد. نعم. ولم يتم متابعتهم بشكل جيد، ونشأوا في ظروف خليني أحكي شجعتهم ودفعتهم على سلوك الجريمة. وخليني أحكي لك إياها بالمفتوح. نعم. الآن إحنا المجرمين في الأردن اللي إحنا منسميهم حتى بالأردن مندلعهم شوي، منسميهم نزلاء، نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. نعم نعم. نعم. نزلاء. ضيوف. ندلعهم. ضيوف. مشان نصلحهم. نعم نعم. يعني حتى لقب مجرم شلناه عنهم. نعم نعم. سميناهم نزلاء مشان نعدلهم. نعم. لما. نعم. يطلع برا يقول أنا كنت نزيل. نعم. كنت نزيلا. نعم نعم. نعم. كنت. أيوة. هلا في عندنا إحنا يعني مراكز الإصلاح يعني بحدود مرات بفوت وبطلع بين 17-20 ألف سنويا. هذولا بفوتوا وبطلعوا. نعم. في عندها 39% منهم هذولا إقامة دائمة، هذا بفوت بعمل جريمة بفوت على السجن وبطلع. هذولا منسميهم مكرري الجرائم، هذولا الناس، هذولا الفئة الخطيرة، هذولا تعودوا على الجريمة. نعم. يعني أنا بقول عن 39% نتحدث عن 6000 واحد، تخيل 6000 واحد هذولا يعني أقل واحد فيهم بكون عامل له من 20-30 جريمة. هذول هلأ شو السبب؟ إحنا من نيجي للسبب، هذول ليش ما ينعدلوا وليش ما يرجعوا أسوياء وليش ما يندمجوا بالمجتمع ويتركوا الجريمة؟ هلأ نبدأ بالوعاء الأول اللي مسؤول عن إنتاج البني آدم وعن إصلاح هذا الإنسان اللي هي الأسرة. الأسرة. أنا بدي أحكي لك رقم خطير جداً الآن. عندي 12% من هؤلاء النزلاء، هؤلاء النزلاء اللي هم. نعم. المساجين. نعم نعم. أبوه مجرم وأمه مجرمة، أو الأم مجرمة والأب مجرم، يعني تربوا الجينات، تربوا سلوكياً. نعم. نشأوا في أسرة مجرمة، فشو بده يطلع الولد يعني؟ شو بده لما بشوف الأب أو الأم إذا. نعم. توفى الأب مثلا، هذا نشأ في بيئة كلها إجرام بإجرام، راح على مركز الأحداث، مركز الأحداث اللي هو اللي أقل من 18 سنة. نعم. ما صلح. 20% من نزلاء مراكز الإصلاح بيروحوا على السجن الكبير اللي هو مركز الإصلاح والتأهيل. 20%. 20% منهم. طب هذا 80% من الأحداث يعني منقول بيصلحوا. نعم. ببطلوا الإجرام، و 20% بيروحوا لوين؟ للسجن الكبير مشان يصيروا محترفين أكثر. هذا هلا إذا المدرسة ما راحوا عليها، الآن الأسرة هذولا فشلت، وأنا بتحدث. نعم. عن 10% من الأسر، 12%. نعم. يعني منروح على العامل الخطر، الأصدقاء
هذول الأصدقاء أصدقاء السوء، رفاق، هذول هم رفاق السوء، هذول هم اللي بيآزروا بعضهم واللي بيعلموا بعضهم على كل فنون الجرائم، هذول مصنع الجريمة. نعم. وبتعرف الصديق بيعلم صديقه، يعني ما فيها طبعاً طبعاً بيأثر فيه. هذول بتوحدوا وبرتكبوا الجرائم مع بعض، اللي بنمسك بنمسك واللي ما بنمسك بيظل برا، مصير يحن على اللي بنمسك بيعمل جريمة مشان يفوت عنده. هلا هذول اللي 39% المكررين جرائم كلهم أصدقاء، تجمعهم الصحبة، تجمعهم العصابة، تجمعهم الشلة، تجمعهم نعم. المهنة نعم. صاروا هذول مهنتهم مجرمين ما نعم. لهم غير نعم. هذول لما مندخل على مركز الإصلاح والتأهيل، الآن الفلسفة اللي عندنا بالأردن هي ومنطلقنا ورؤيتنا كأمن عام، كمراكز إصلاح وتأهيل، إدارة سجون، نصلحهم. هذولا لا برضو لا يتدربوا ولا بيروحوا على التدريب المهني ولا مستعد يحضر محاضرة دينية ولا ما بدهم. هذولا ما بدهم يصلحوا، هذولا ما يؤوس منهم. أول شيء صحبة قوية بيناتهم، إذا بطلع واحد بصرف على اللي جوا، ترى لعلمك بصرفوا على بعض، ولما بطلع برا بده يسرق، معظمهم بالسرقة، معظمهم جرائم السرقة. هذولا معظم مشان يصرف على حاله ويعيش حياة مرفهة ويشتري اللي بده إياه هو وأصدقائه. نعم. فبتلاقي الصحبة هاي بتجمعهم، وبرا لما بطلعوا برا هذولا ما بلتقوا، بلتقوا جوا السجن بس، جوا مركز الإصلاح والتأهيل. هذه قضية. القضية الثانية الأخطر من هيك إنه هؤلاء لو طلعوا برا ما لهم حدا. أول شيء عزاب، وهي شغلة خطيرة، عزابية هذول. هسا العزابي بقول لك أنا لا عندي ولد ولا عندي زوجة، ما فيش رادع، ما في أيوة رادع التزام، أيوة. نعم. ما عندي التزام نحو الأسرة. نعم. ولا نعم. نعم. اثنين منبوذ من المجتمع، مرفوض من الأهل، الأهل لا يعترفوا فيه ولا بدهم إياه، وإذا أجى على الحارة عندهم نعم. وصمة عار يعتبر هذا، لأنه خريج حبوس مرفوض. هو المفروض لا، المفروض الأهل يستقبلوا والمفروض الأهل يكونوا يوعوا ويرشدوا وهذا، ولكن الآن لما بيطلع برا وبيلاقي إنه هذا السلوك اللي قاعد النبذ المجتمعي له، فبتلاقيه بيكرر الجريمة وبيستمر بالجريمة. وقلت لك هو نعم. مش مسؤول عن حدا، ولا عن أب ولا عن أم ولا عن أسرة نعم. فهو مسؤول عن حاله، فبتلاقيه بيطلع من السجن. إذن هاي الجريمة هذا هو يعني تصوركم، رسمتم لنا صورة لمجتمع السجون، مجتمع السجون ما يجري جوا. نعم. هل ترون أن هناك علاقة ما بين هذه التكنولوجيا الحالية وزيادة انتشار النزعة نحو الجريمة؟ في لأنه بدنا نحكي عن تنمر، بدنا نحكي عن العنف اللي في المجتمع، ما دمنا إحنا هذه نسبة الإجرام والقتل 90 إلى 100 بالنسبة إن هذا عدد كبير بالنسبة للأردن، أين ترون دور هذه التكنولوجيا في زيادة رقعة الجريمة؟ بارك الله فيك، اسمح لي أشكرك. العفو سيدي، العفو سيدي، لأنه هذا مربط الفرس. نعم سيدي. نعم. الآن إحنا أمام ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، في أيام الآن الإنترنت والاستخدام السلبي والخاطئ للتكنولوجيا، دخول نعم. المجرمين هذول إلى عالم الإنترنت خلاهم مهرة، خلاهم يتعلموا فنون، أولا الجريمة، محاولة إخفاء خيوط الجريمة والتعلم من المجرمين اللي خارج، اكتساب مهارات جديدة، أفلام، فيديوهات، أكشن، كلها بتتحدث نعم. عن هذا الموضوع وكيفية عمل الجريمة بمهارة. هاي واحدة. اثنين، النشر الخاطئ عن الجرائم، فخم المجرم. لما نقول واحد قتل 5
معناته والله هذا بطل، فهو مش بطل، لا هذا منبوذ. بس لما بتطلع الجرائم، واحد قتل خمسة، واحد عمل كذا، وبعدين الأفلام اللي بتطلع اللي بيشوفوها أفلام العنف والقتل والدمار، لما بنط عن الخيل وحامل سيف وبقتل هذاك وبقطع رأس هذاك وبضرب هذاك، هذا صار بطل. فهم الأفلام هاي وخاصة للأطفال والشباب، تنشئة والشباب خلتهم يتعلم. اثنين، الجريمة الإلكترونية صارت تأخذ مسار آخر كمان، صارت الابتزاز، التشويه، تركيب الأفلام، تعليقات مسيئة جدا، تشهير في الناس، طعن بأعراضهم، طعن في ممتلكاتهم، في سيارهم الذاتية، بحياتهم، بمكانتهم، بوجودهم، تطاول بطريقة لا توصف. ليش؟ لأنه هذولا دخلوا على استخدام وسائل الإنترنت ومش مشبعين، ولا إنهم خليني أحكيها بالمفتوح، مش مربيين لاستخدام التكنولوجيا. وهذولا ما بيقدر يفرق يعني ما بين الحرية والحرية المسؤولة. هذا يستخدم التكنولوجيا، بقول لك أنا ورا جهاز التليفون ما حدا شايفني، يلا خليني أعمل إشاعة على الوزير الفلاني، خليني أعمل إشاعة على رئيس الوزراء الفلاني، على المدير الفلاني، أشهر فيه، أطلع عليه دعايات، أعمل أحطم نفسيته، أدمره. ليش؟ هنا بتيجي هذا جريمة أكبر من الجريمة اللي بقتلك. أنت اللي جاي يقتلك شايفه، بس اللي ورا مكتب واللي مسكر على حاله واللي وراك شاشة ما أنت مش شايفه هو. وأخطر شيء عندما يتم عملية إصدار الإشاعات عن ناجحين، عن ناجحين، الناس الناجحين، المميزين، المعطائين، هذول يصير نشهر فيهم ونصير نحكي عليهم ونتركهم. وإذا عرفناهم، شوف، إذا عرفناهم لازم نواجههم ونحطهم عند حدودهم. ليش؟ إحنا في عندنا في الأمن العام دائرة الجرائم الإلكترونية، على فكرة عندنا 9300 جريمة إلكترونية سجلت وتحولت للقضاء. إحنا أي واحد بيقدم شكوى في جريمة إلكترونية، ابتزاز، افتراء، تشهير، قدح، دم، تحقير، أي شيء يتابع فورا. أما اللي ما بيتابع، الناس اللي مرات بتسكت بتقول لك أنا يعني بديش أتابع وأدخل في محاكم وقضاء ومحامين وجلسات وأتعطل. لا، إحنا لا يجوز أن نسكت. ما أنت إذا سكتت معناتهم أنت فتحت المجال إنه هذول يحكوا. وفي ناس الخطيرين اللي بيكونوا برا البلد، هذول اللي برا البلد مشكلة معهم. هذا بقول لك يا أخي أنا عايش في أوروبا، أنا عايش في أمريكا، أنا عايش في كندا، أنا عايش في بقاع هالأرض كلياتها، ما حدا قادر يصلني. فبتلاقي لك إياه بصير يطلع من هالإشاعات ومن هالكلام اللي خذ واسمع. ولازم إحنا ما نتأخر، لازم نواجه ولازم نرد ولازم نحط هذول الناس عند حدهم، ما نتركهم. لأن الفضاء مش إلك أنت، لماذا أنا تلوث السمع تبعي؟ هذا تلوث سمعي. أنت لا يجوز أني أنا إذني تتعود على المجرم، على سمع كلمة المجرم، على السرقة، على القتل، على الدمار، على التخريب. يعني تخيل والله لما نطلع خبر والله شاب قتل والدته وقطع راسه، طب انت المجتمع كلياته، كل المجتمع صدم. اولا هاي ام، وثانيا لا يجوز، ما بصير. انا الصحفي من المفروض ان يكون متدرب على كتابة الخبر الصحفي اللي له علاقة بالجريمة. لماذا؟ لانه بعض المرات شوف الادلة تخفى بسبب الاخبار. بعض مرات كتير مرات الصحفيين بجوز وهم بصوروا وهم كذا بجوز يا بيكشفوا أدلة بيخفوا أدلة. فالجرائم الإلكترونية الآن هي الجرائم اللي موجودة، وأخطرها التنمر، أخطرها لما بصيروا يتنمروا على مثلا على ناس ضعفاء، على ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، على ناس مثلا مهاجرين، على ناس من برا البلد، على ناس كبار سن مقعدين مثلا، ما حدا خالص من شرهم. فليش؟ لأنه هذا عندهم وقت فراغ. شو دوافعهم دكتور؟ شو دوافعهم؟ عدوانية، تحطيم النفس، قتل النفس،
وخاصة شو أساس هذا لا أساسها إنه هذول الناس ما الذي يحفز هذه العدوانية عنده إيش؟ الذي يحفز هذه العدوانية قضايا كثيرة. أولاً إنه هذا ما تعود منذ الصغر على المحبة وعلى الطيبة وعلى التسامح وعلى التلاقي مع الناس وعلى حب الخير للناس وسعادة الناس ودينته. خلينا نقول لك الدين تبعه سكر خفيف. خلينا نحكي هذا لو كان بيصلي، هذا لو كان يلتزم بالدين. وأنا قلت الديانات السماوية كلها تنبض الجريمة، الديانات السماوية كلها ما سعادة الناس، السيادات الديانات السماوية تحث على المحبة وعلى الطيبة. هذا بعيد، هو وأسرته وأهله بعيدين عن الدين، هذول بيعرفوش بالدين شيء بالمرة. طيب هذا يعني ما دام في بعد عن الدين، في لنا دور إحنا رجال الدين، المؤسسة الدينية والمدرسة والجامعة والمجتمع كله له دور. هل ترى أنه في لنا هذا الدور عم نقوم فيه؟ نعم. يعني وبدنا نحكي بصراحة، هل نقوم بهذا الدور؟ يعني في عندنا هذه المؤسسات، هذه يعني هذه الهيئات كلها موجودة أمام شخص عنده عدوانية، وللأسف أنه يستمع له كثيرون وبصير يدور على عدد لايكات وانه انا مشاهدات عددها كذا، بخلق عنده نوع من الاحساس بالعظمه انه هتحقق. يعني اين دورنا احنا حتى اذا ما بنقدر نصلح المجرم المخطئ المذنب، اذا ما بنقدر نصلح على الاقل انه نحمي اللي بعده ما قرر ان يكون مجرم؟ خليني أبدأ من الآخر. نعم. شوف، أتحدث عن المجتمع شوي. المجتمع انعزل. المجتمع انعزل. انعزل عن مواجهة الجريمة كمجتمع. الردع الاجتماعي مات. في عندنا ردع واحد فقط. هذا في كل الوطن العربي، والأردن جزء من الوطن، اللي هو الردع الأمني. بس الرادع لك هو الأمن. رجال الأمن كيف؟ هسا الجار بقول لك صباح الخير يا جاري، أنا طب حالك وأنا بحالي. الجار أنا بحكي لك إياه بكل أمان. نعم صحيح. إذا سمع صوت عند دار الجيران، أولاد بضربوا بعض، زلمة بقتل مراته، وهذاك بسب أخو هذا، ما بتدخل. بقول لك أنا شو دخل؟ بطل الجار مرشد، وبطل العم مرشد، وبطل الخال مرشد، وبطل مدير المدرسة سابع مرشد. جار وسابع جار انتهت. ليش؟ لانه انا بقول لك انا ابعد عني يا اخي، بكره انا اذا دخلت الان بهالمشاجره ممكن بدي اصلح اصلاح ذات البين. اول شيء في عندنا تنمر وفي عندنا تمرد. ليه ما في تربيه؟ هلا هون بقول لك يا اخي انا شو جابرني اروح اصلح بين هالناس؟ يطلع لي هواي اكل لي هواي براسي هسه، ولا يصير في إشي واحد يدبني؟ الردع المجتمعي مش موجود. مجتمع الردع المجتمعي انتهى. نعم نعم. وهذا موجود بالأردن، أنا بقول لك الردع المجتمعي. إلا في القرى. في القرى وفي الأرياف الناس بتعرف بعضها. نعم نعم. في المدن الكبيرة لا. أنت بتيجي على عمان 44% من سكان الأردن في عمان. نعم. وكلها ما حدا بيعرف الثاني وما حدا بيتدخل. ما حدا بده يعرف الثاني. وما حدا بيرضى يتدخل، وبعدين بقولك شو مدخلك مثلا. نعم. وممكن تعرض نفسك للمساءله، وممكن اذا صارت قضايا بالمحاكم تطلب شاهد. نعم. وممكن بعدين بقولك انا شو مجابرني ليش اتدخل؟ فانا حتى أصفر. لما الجيران بده يصير اي سوء بسكروا الابواب على العالم، وبقولك ما دخلنا حتى انه لا شفنا ولا ارينا. هي واحده. اثنين، اذا المجتمع انتهى دوره، المختار زمان كان هو المرشد، الجد المرشد، الأسرة صارت نووية، راحت الأسرة اللي مع الأب والعم والخال والخالة وقراب على بعضهم صارت منعزلة. صار الأب يقول لك أنا حر، بدي أتصرف زي ما بدي، وبدي أربي زي ما بدي. نعم. وما حدا يرضعه. يعني زمان كان الأبو يرضعه وأمه ترضعه والولد جدته وجده يرضعه، الآن المجتمع صار مجتمع كلياته مدني، ما حدا إله بالثاني أبدا نهائيا. منروح الآن على الدور المهم جدا، خلينا نحكي نبدأ فيه. قلت لك الأسرة انتهت، 10% منتهية من الأسر. منروح المدرسة، المفروض يكون لها دور.
دور كبير، وتقوم في دور الأب ودور الأم. ليش؟ إحنا عندنا التربية والتعليم، طيب. هاي أساس. لكن الآن اقتصر دور المعلم فقط على التعليم، بطل دور أكاديمي، دور علمي أكاديمي، كثرة عدد الطلاب بالصفوف ومشاكل كثيرة جدا، فانحصر دور المعلم ودور هذا. زيارات من الأهل للمدارس ما فيش، هاي المشكلة. أباء مجالس أباء ومعلمين إلا ما ندر. حتى بدي أحكي لك شغلة أضحكك، بحكي لي مدير مدرسة، مدرسة مشهورة جدا يعني، بقول إنه مرة استدعينا آباء الطلاب ليوم نجلس معهم، قال ودينا 500 دعوة، أجا سبع آباء، اجتماع أهالي، اجتماع أهالي أولياء أمور. أتذكر يعني كان أبونا يزور المدرسة كان أبونا ما في كل أسبوع يزور المدرسة، وإذا ما أجا يجي جارنا. نعم صحيح، أتذكر أنا جارنا لما كان يجي على المدرسة كان يأخذ علامات أولاد الحارة كلهم، أيوة، وسلوكيات الحارة كلهم، ولف بالليل على أبهاتنا وقول هذا أمه. صحيح، اليوم صح. انتهت هاي. فإذا هاي إحنا رمينا أولادنا على المدرسة للتربية والمدرسة ما قامت بدورها. رحنا الآن للأبعد شوي، الجامعة. الجامعة الآن أجوها طلاب عنيفين، وطلاب مش عنيفين دخلوا عليها صاروا يعملوا بالعنف الجامعي. طيب جينا رحنا على قضية أخطر، اللي هي قضية الأبناء، تقليد الأب. الأب حامل قنوة تحت السيارة، هون حاط تحت الكرسي حاطط قنوة، والأب إذا حكى مع واحد بنزل بضربه، الأولاد بتشربوا، الزوجة بتتشرب، الكل بدخل في المشاجرة مع الأب، مش إنه يعني ترشده، لا يجوز. هون ما بصير تنصر أخوك وهو ظالم، هاي القدوة. أيوة، غياب القدوة في المجتمع الصالحة. هلا بدنا نروح على خلينا أحكي دور العبادة. شوف دور العبادة الذي يدخلها ملتزم دينيا ما بيعمله مشاكل. ليش؟ لأنه هو جاي يصلي، وجاي يتقرب من الله، وجاي يلتزم التزام تجاه المجتمع، ويأخذ القيم الدينية كلياتها. هو مجيئه علامة التزام، أيوة، اللي هي الأمانة والصدق وعدم الإيذاء والمحبة والتعاون والتعاضد والتكاتف. هل الآن بس الذي لا يأتي هنا المشكلة؟ قديش نسبة الذي يأتي؟ لا أقول لك الذين يعني خلينا الذين يأتون ممكن. شوف خذ أنت صلوات، خلينا نقول بعض الصلوات مثلا، صلوات اللي هي بتبدأ العصر والمغرب والعشاء قليلين جدا، يدوب صفر الإمام صفه. طب الحارة هاي 500 واحد ساكن فيها، 600 واحد وين اللي بيصلوا؟ ما في. هاي واحدة. اثنين، وين حتى في البيت أنت انسى، ما رحت على المسجد ولا على الكنيسة ولا على هذا. طب أنت في البيت صلي في البيت، ما بصلي في البيت. هو لو كان الدين بمارسو بخلق وازع رجال الدين، احنا بنقول لهم بارك الله فيكم والله يعطيكم العافيه، اماكن العباده ما شاء الله، يعني اقول لك النور فيها والايمان فيها والاستقامه فيها والالتزام فيها، لانك انت بتشوف القدوات كلهم موجودين الان فبتلتزم. بينما احنا عندنا مشكلتنا الذين لا ياتون، هذول الناس اللي احنا كيف بدنا اروح ادق عليه على الدار اقول له تعال؟ نعم. اصير تعال يلا قامت اجى موعد الصلاه، هذا الحكمة. طبعا دور الاعلام هون، ايوه هون الاخطر. هذول احنا بنسميهم وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمي، اللي هي الاسره والمدرسه والجامعه والجار والجد والمختار، هذول انتهى دورهم. نعم. صار الاب بس هو المربي والمرشد والأم، هاي واحدة. نعم. الأب انشغل بحياته الاقتصادية وبمحاولة تأمين كل المستلزمات للأولاد. نعم. وللأسرة. رحنا على الإعلام، الإعلام خطير، الإعلام ما بتعرف أنت هالقنوات، في بعض القنوات بتشجع العنف وبدها عنف وبدها تشجع الناس على ممارسة العنف، في بعض الأخبار تلفق، في بعض الأخبار تشخر، في بعض الأخبار تنوضع على الصفحة الأولى، وفي شغلة خطيرة جدا
بعض القنوات لما فيها شغلة مثلا إساءة للأردن مثلا جريمة بالأردن بيظلوا حاطينها على الشريط الإخباري يوم ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة مشان يعملوا إساءة للأردن مثلا. هذا شيء خطر. وبعدين بتلاقي لك إياهم بيجوا بصيروا يسلطوا الضوء مثلا على المجرم ويفخم بالمجرم ويتحدث عن المجرم ويتحدث. لا إحنا أنا بطلب من كل رجال الإعلام يتحدث عن الجريمة، تحدث انه هاي الجريمه مرفوضه من المجتمع وانه هذا خارج عن المجتمع وهذا انه انسان منبوذ اجتماعيا وهذا انسان احنا وفرنا له مدرسه ما راح عليها، وفرنا له مسجد ما راح عليه، وفرنا له كنيسه ما راح عليها، وفرنا له دور عباده ما التزم فيها، وفرنا له عمل ممكن. ليش يعني هلا في مجرمين كثير من المجرمين من الموظفين ومن اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص ومن أصحاب الشركات ومن المتعلمين ومن كذا وهذا بس ما التزموا. فإحنا بدنا نعيد اللحمة، نعيد اللحمة والتكاتف ونبدأ نواجه هذا. وسائل الإعلام الرسمية وسائل كيف يعني، بس وسائل التواصل الاجتماعي يبدو إنها عم تتجاوز يعني مساحات أكبر. تلفزيونات الرسمية اللي بتكون يعني نوع ملتزمة أكيد ما فيش عليها إقبال كما هو الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي. شو الطريقة وإحنا بنشوف هذا التنمر؟ دكتور يعني واحد ما عجبوش واحد بتحدث ضده، بكتب اللي بده إياه، بيصور اللي بده إياه، بتشوف ممارسات يعني فلان دينه هيك، فلان طائفته هيك، يعني هذا النزاع فلان شمال فلان جنوب فلان مغرب قبلة شمال، هذا الكلام موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف بتشوفوا أنتم الخبير الاجتماعي، كيف بنشوف، هل هناك من وسيلة لضبط هذه الأداء اللي يعني أصلاً كان المقصود منها التواصل؟ نعم. مش هذا اللي حكى عنه جلالة الملك لما قال تناحر. نعم. تناحر وتناحر يعني هناك إساءات كثيرة. إذا في عندي إلى إطلابة منك يعني سواء كنت على حق أو ما على حق أو مش على حق، يعني بدي أنزل على الفيسبوك وأنزل وأنشر اللي بدي إياه، وهي عم توصل للناس، وفي كثيرين يعني يسهموا، احنا شخصيا كأفراد احنا نسهم في نشر كثير من الإشاعة، كثير من الخبر، الخبر اللي ما له أساس من الصحة. كيف بتشوف مسؤولية المجتمع والدولة في هذا الموضوع؟ لأنه قضية جرائم الإلكترونية هي جريمة إلكترونية، هي جريمة أخلاقية أصلاً، مش جريمة إلكترونية، هي استعمل التكنولوجيا مشان يبث هذه السموم. نعم. شوف الخطورة هون لازم نتحدث بكل صراحة. نعم الخطورة الآن اللي بدأت تطلع في مواقع التواصل الاجتماعي ما يعرف بالمجموعات، الجروبات. نعم. وخاصة جروبات الواتساب. نعم. جروبات التعارف الفيسبوك. نعم. مثلاً. نعم. هذول لأنه بكون فيها أعداد كبيرة 100 200 300 400. هذول بيجي خبر بنحط على الجروب شافوا 200 واحد مثلا، بكليك واحد كبسة واحدة. هلا ال 200 ما عنده وقت، احنا بعصر السرعة ما عنده وقت يقرأ، برد بوديه كمان لا مشترك في جروبات، وهذاك مشترك بجروبات، وهذاك. فبتلاقيه بنشر الخبر بدون ما ترى. احنا عندنا دراساتنا تحكي ثلث اللي بتصلهم الرسائل ثلث ما بيقرأوها، بيعمل مباشرة رتوت إعادة إرسال مباشرة فورورد، سواء كان فيلم ولا صورة ولا مقال ولا خبر. يم 33% لا يقرؤون ما يرسل لهم، بيشوف الصورة خلص هاي مسبة على يعيد نشرها على المدير الفلاني، مسبة على أو طعن في المسؤول الفلاني. نعم. هذا فيلم فيديو عن المسؤول الفلاني، هذا عن قتل السياحة، هذا عن المي، هذا عن البيئة، هذا عن تلوث الهواء. ما بيقرأ.
الخطورة هون أنت لما بتعمل فورورد وبتعمل إعادة إرسال الناس بتصدق ليش؟ نعم. لأنه بتقول أنا هاي 200 واحد في المجموعة، إحنا معانا طبيب، إحنا معانا دكتور، نعم. إحنا معانا مفكر، إحنا معانا كذا. لهذا السبب يعني المجموعات أكبر خطر إنه الواحد ينضم إلها. شو الإجراء في هيك؟ أيوة ديليت أي واحد. شوف أي واحد بيجي أي رسالة ولا فيلم ولا مقال ولا خبر مجهول المصدر إلغي، هذا واحد إلغي. اثنين، حتى لو مش مشترك بمجموعة علي واحد. نعم. اثنين، لو أرسل لك، لو أرسل لك فيلم فيديو ولا أي شيء احتفظ فيه أنت يا أخي، لا إلغي، لا تخلي على جهازك، مش يعني تودي خلي لك خلي لك حر أنت مش تودي تساهم في الجريمة. هاي مساهمة بالجريمة طبعاً. لأنك أنت عملت إشاعة وأنت أنت ساهمت في خلق صورة سلبية عن المجتمع، فما في داعي. يعني لما باجي بشوف واحد يعني أنا وخاصة بتعرض إلها الشخصيات العامة، نعم. إنه يعني بصير التعرض لأسرته لقضايا شخصية وبشخص، نعم. الأمور إما لابنه لبنته لمرته لقريبه إلى آخره، يعني بعجالة، كيف بتشوف يعني؟ لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز، لا يجوز أن تدخل، لا يجوز أن تدخل القضايا الشخصية أبداً مهما كانت إلى أي مسؤول، حتى لو لصديقك، لجارك، لأخوك، لقرابتك، لا يجوز أن تدخل. أنت مع التساهل مع هذا الموضوع؟ لا. أو لا، لا يجوز التساهل فيه على الإطلاق، لا يجوز، لأنه كل واحد معرض فيه. نعم نعم. وخاصة الناس اللي خليني أحكي، الناس اللي بيقدم عمل عام، لا يجوز اني انا اجي اتطاول عليه وعلى عليه اتطاول على اسرته، لا، مرته، ابنه، على شغله، اخوه، هذا هو شغله، احكي قول اليوم رحنا على الوزاره الفلانيه مثلا والموظف ما كانش موجود، اليوم ما تلقيناش خدمات كويسه، اليوم احنا الكهرباء انقطعت عنا، اليوم الميه ما جتش عنا، احكي للمسؤول، اكتب. اما انك انت تيجي تتعرض لبدلة المسؤول ولا لقرافة المسؤول ولا لسيارة المسؤول ولا لراتب المسؤول ولا لا، هذا نعم، هذا الحكي لا يجوز. أول شيء أنت مش من أخلاقنا. أول شيء أنت شوف، عادة من يقرأ الرسائل، في الناس المفكرين والمتعلمين لما بقرأ الرسائل هاي لا ينتبه لها، نعم. لأنه بيعرف الكل معرض لها. لكن اليوم إحنا أحوج ما نكون إلى الأمن المجتمعي. تعرف دكتور نبيل، نعم سيدي، آخر دراسة صارت عن مركز الدراسات الاستراتيجية أعلنها قبل 3 أسابيع، نعم. في الجامعة الأردنية حكت المشكلة رقم 3 في الأردن، المشاكل التي تواجه الأردن، قالوا رتبوهن، هم 10 مشاكل، نعم. أو 10 تحديات في المرتبة الثالثة. الأولى حكوا الفقر والبطالة، الثانية ارتفاع الأسعار، هاي اقتصادية، نعم. لكن الثالثة الأمن المجتمعي. آه. الأمن المجتمعي يعني التعرض إلى كل إنسان في المجتمع أنه يشعر هذا غير مؤتمن، يا من إشاعة يا من فيلم. معناته سيدي هذا الأمن المجتمعي إذا يعني مهم جدا. موضوعنا كثير مهم دكتور، كثير، وأنت يعني أضعت على كثير من الأمور، ونحن نتطلع إلى يعني ما بنقدرش نغطيه بحلقة واحدة، فبدنا ننهل منكم يعني المزيد يعني. والوقت حاسدنا على 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 هذا الاستمتاع به. اولا انا بكسب شوفتكم، الله يخلي الله يخليك، واحنا كسبانين. لا هاي شغله ثانيه، هذا هاي صدقه، الله يبارك، تعليم الله صدقه جاريه، بارك الله، حدا بيطلع له، بارك الله فيك سيدي. يعني اتحفتنا، واحنا نعد الجمهور والمتابعين بانه راحين نتشرف فيك مره ثانيه. وقبل ان انهي، انا اريد ان اقتبس من الكتاب المقدس هذه بعض الايات. هذه 6 يبغضها الرب، و7 هي مكرهه نفسه، عيون متعاليه، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب
ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة سريعة الجريان إلى السوء، وشاهد زور يفوه بالأكاذيب، والأخير زارع خصومات بين إخوة. هذا الكلام الذي نقتبسه من الكتاب المقدس يعني بذكرنا أن هذه من صور العنف، وهي من مظاهر هذا العنف. التنمر والعنف الاجتماعي المجتمعي هو الذي يضعنا جميعا أمام مسؤولية محاربته ومواجهته في دور العبادة، في المدارس، في الجامعات، والأهم في البيوت. الأهلون، الوالدون، علينا جميعا مسؤولية. الأب، الأم، كلنا مسؤولون عن زرع بذور الأمن المجتمعي الذي تحدث عنه ضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور حسين الغزاعي. شكرا سيدي أنك شرفتنا. وأيها الأحباء، إلى لقاء في حلقة قادمة مع عين على المشرق ومع موضوع آخر. حتى ذلك الحين أتمنى لكم أمسية طيبة، وإلى اللقاء.